يا لطيفة أحلى. وقد سئلت هذا السؤال عن اعتبار الأحرار ممثلة متحررة بسبب المقياس، يعني تقوم بلقطات مفيدة بالحياة وكذا، فكيف يليق بي أن ألتقط صورا مع فنانة من القرشين تمثل الخلاعة ومثلا؟ فالحقيقة أنني كنت في المعرض الدولي للكتاب، وكان الإخوان محبة من أخوات يلتقطون صورا معي، يعني عادي نساء ورجالا، فجاءت هذه الوظيفة أحرى وطلبت مني، أولا طلبت مني أن أصافح كان عدة مصورين كما قلنا كانوا مني يجي عندي باش غير لقطة فيها. أنا صدقوني ما عرفتها في البداية، ما عرفتها. قالت لي تسلم عليك الشيخ، تسلم عليك، قلت لها اسمح لي، تسلم عليك الكلام، قلت لها مشكل. والمصافحة قلت لها المصافحة أنا. طيب قالت لي التقط مع الصورة، قلت لها مرحبا. فأثناء الموقف الحكاية قالت لي انا عندي عيب عليك، هي عندي عيب عليك، ردت فعل مباشره وضحك على رقم الدعوه ديالك. انا عرفت ايش الدعوه ديالك؟ انا ما توصلش حتى لهنا الدعوه ديالك، راه شنو كنت قلت؟ انا عندي عيب عليك ان شاء الله. لكن في نفس اللحظه شعرت على ان الكلام مني فيه شيء من التعالي الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فقلت لها قلت لها يا شيخ انا تكون صادقا، والله يا لطيف لا ندري من انا ولا انت، لا ندري من ينجو غدا يوم القيامه، ولا ندري كيف يختم علينا، لكن ما اقوله لك صادقا اسال الله عز وجل لك الهدايه. فتاثرت وشفت في واحد الشفاعه قالت لي والله جات واحد الدويره ومشات لعند الزوجه ديالي كانت واقفه، مشات درعتها هكذا قطعت قطعه وصوروا في الصباح الغد ليه صبحت الصوره ديالها مع الزوجه ديالي ما عرفتهاش، وبعدين لما عرفتها من التيله بغات تجاملها كلمه مجامله، قالت لها بعض المرات مشات الله يهديك مثلا راه كيعجبني لك التمثيل ديالي، صبحات في الصحافه قال لي المراه ديالك فقا كيعجبها التمثيل ديالها والتمثيل ديالها شنو هو؟ وردت فعلا على انها جاوبت بعفويه ما عندها علاقه بالمسرحيه ديالها. جزاكم الله خيرا وهديتكم مقبوله وشكرا لكم.